مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وحنا الآن مع هذا السيد، هذا ستيني، يعني طالع له الدم من هذا المشكل ديال غلاء الأسعار. هذا السيد كان خدام، للأسف بسبب مرض السكري ما بقاش خدام، قطع الرجل ديالو. يعني صراحة الإنسان فاش ما كيبقاش كيكون خدام وكيعيش ظروف ومعاناة، فما بالكم بواحد السيد اللي ما خدامش ومعيل ديال الأسرة اللي كتكون من 7 ديال الأفراد. يعني راه الناس ما بقاوش قادرين يعيشوا لواحد الدرجة اللي صعيبة بزاف. الناس خدامين وكتجيهم صعوبة باش أنهم يصرفوا، أنهم باش يديروا بزاف الأمور، فما بالكم أن هاد السيد دابا راه كيعيش واحد الظروف اللي صراحة جد جد قاسية. محرك ما عندوش، يعني هو في هاد السن هذا، كرسي متحرك كهربائي عفوا، هو في هاد السن ومازال كيبقى مسكين. نهار ياك الشريف نهار كامل وانت مع هذه ديال العاديه، وما كاينش اللي كيدفعك والمعاناه، وحنا عارفين بان ماشي ساهل. كنتمنى قلوب رحيمه تسمع النداء ديال هاد السيد، تسمع شنو محتاج وتساعده. السلام عليكم اسيدي. وعليكم السلام اختي. شنو اللي شنو المعاناه ديالك؟ شنو المشكل اللي عندك؟ شنو النداء ديالك اللي تبغي توجهو؟ خاصه انا دابا ولينا كنعيشوا واحد الظروف اللي جد صعبه، كاينه ازمه، وانت دابا حاليا متازم يعني ماديا ديالك بصح. اش غادي نقول لك اختي؟ بالنسبه للشيء في المغرب ما كاين حتى شي حاجه، الا حاجه واحده اللي كاين عفوا، الحاجه الوحيده اللي كاينه هي الامن. الشيء الامن هو اللي كاين في المغرب، وبغير الامن ما كاين حتى شي حاجه. انت الوضعيه انت ديالي تشوف فيها. انا عايش عيشه الحمد لله. لا ما كيفاش كانت حياتك قبل المرض وقبل ما تقطع رجليك؟ كيفاش كانت حياتك؟ كنت خدام، كنت خدام الحمد لله، تنصرف على وليداتي، ولكن ما بقاش قدر الله ما شاء فعل. ولكن وليت انا ما كنتش كنت كنشوف هاد الشيء الناس، ولكن ما كنتش عايش هاد الوضعي. حتى شفت حتى وليت بحال هكا معقد، عرفت عرفت الوضعيه ديال هاد الناس كيفاش دايره. المعاناه اللي كتعاناها كل شيء اختي. دابا انا حنا 7 في الدار، 7 ديال الافراد، انا اللي كنت خدام، اش غادي ناكلهم؟ اش غادي نشربهم؟ الحمد لله شوي، راه ماشي ما كاين ما تناكلو الحمد لله، ولكن الانسان كياكل داك الشيء على حده قدو. اللهم لك الحمد. يعني كتعاني المعاناه. شوفي المعاناه ما كاين ما نقول لك على المعاناة. معاناة في الدار، معاناة في الزنقة، معاناة شي المعاق كيعيش معاناة كثيرة، معاناة مع الترانسبور، معاناة مع بزاف. كنشوفو سيدي انك انت دابا حاليا خاصك ولو غير كرسي كهربائي، يكون هكا كرسي متحرك كهربائي، غادي يسهل عليك بزاف ديال الامور. المشكلة ماشي ديال الكرسي ديال كهربائي، راه محتاج كرسي كهربائي، ولكن اش من مورا الكرسي الكهربائي؟ انا كاع خديت انا هذا الكرسي الكهربائي، غادي نبقى خارج الزنقه وكنضر بهذا الكرسي الكهربائي. دير شي بيعه وشريه. راه هذا الشيء هو، راه هذا الشيء اللي خاص، لان انا الحرفه ديالي بوتيسري، انا شي 27 عام وانا في بوتيسري، ماشي شي واحد اللي هو امي، انا عندي الحرفه ديالي. ولكن دابا سيدي مع يعني صراحه للاسف فاش كنشوفوا ان دابا بسبب الاعاقه يقدر واحد ما يخدمكش. ما نخدمش انا، ما نخدمش، مازال نقدر ندير شي حاجه ديالي لراسي ممكن، لانه خصني واحد الرجل. الا لقينا شي محسن اللي غادي يدير لنا شي رجل، الله يعطيه الخير، الله يجزيه بخير، وغادي نقدر باش غادي نخدم. ولكن هكا برجل وحده ما نقدرش نخدم، ولكن حتى الا خدمت ودرت لي رجليا خصني ندير شي حاجه ديالي. ما يمكنش ما نخدمش عند الناس، لان الخدمه ديال الناس راه شي شويه كتكون شي شويه قاسحه، ماشي بحال خدمتك. محتاج اللي يساعدك. ايوا راه فعلا، خاصه انك معيل اسره، عندك مصاريف، عندك بزاف ديال الامور، خاصك تخدم. يعني واخا الاعاقه ولكن خاصك تخدم، وما كرهتيش ان شي واحد اللي يساعدك شي بروجي يكون ديالك. فعلا فعلا راه داك الشيء، ونخدموا معايا حتى اولادي نخدموا معايا، كاع نتعاونوا، ما غاديش نجيبوا شي واحد براني علينا، نخدموا بعدا حنا الاولين. راه تما المشروع يكون صغير ولا كبر ان شاء الله، راه حنا غادي ندخلوا معنا الناس حتى هما يعيشوا معنا. ولكن اختي هذه العيشه اللي عايشين راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المعاناه اللي كتعاني اختي، كنعيش المعاناه كل شيء كل شيء. لا لا بالنسبه للغلاء، لا بالنسبه الحمد لله على انه بالنسبه لهذا الغلاء، هذه الفتره الزمنيه الاخرى
لانه سمعنا بان موريتانيا ما بقاش كتاخذ دوز السلع على انه ما عادش طلعات الديوانه الحمد لله عاد انخفضت. اما هذاك المسائل ديالنا تيمشيو لبرا كيتباعوا رخص من البلاد ديالنا وحنا اللي ولاد البلاد وحنا يعني لدرجه انك حتى الدجاج ديال مثلا تاخذ شويه ديال الخضره مع شويه الحمراء غادي تجي صعوبه خاصه. الخضره راه ما شاء الله راه قلت لك الحمد لله في هذه الفتره الاخيره هي فاش شي شويه الحمد لله ولكن من قبل راه كنا الخضره كنشوفوا فيها والله حتى تندوزوا محدها تنشوفوا فيها باش غادي نوصلوا لهذ الخضره هذه والله يجزيهم بخير. شكون النداء اللي تبغي توجهوا للناس الرحيمه اللي قادرين انهم يساعدوك ويعاونوك؟ اللي قادرين التعاون معنا الله يجزيه بخير. وكنت تبعت واحد الرخصه لواحد البلاصه كاينه في المدينه كاينين واحد الناس تما كاينه مستعمرين واحد البلاصه تما كاينه راه دابا داخل معاهم القضاء وراه مازال ما جاوبونيش القضاء انه الناس واحد الناس محتلين واحد البلاصه تماك بدون سند قانوني ومشيت انا درت واحد الطلب على ديك البلاصه وراه دابا ندافع داك الشيء للمحكمة راه مازال راه دابا شي ست شهور هادي ولا وداك الشيء مازال ما عيطوا عليا ما والو كنا زعما كناخذوا ديك البلاصة نتمعشوا فيها وحنا كنتسناو. وبالنسبة اختي هاد الناس مسؤولين راه ما شاء الله راه هاد الناس مسؤولين راه في الحقيقة أنا ماشي كنحمل مش ما كنحملش أنا هاد الناس مسؤولين هادشي أنا الشعب اللي كنحمل هادشي لأنه هادشي هادشي ديال الغلاء هادي راه الضريبة ديال الأصوات ديال المصوتة هاد الناس هما الضريبة وكيخلصوا فيها فهمتيني. الرقم ديالك ديال التليفون الناس اللي بغاو يتساعدوا معاك يتواصلوا معاك يعاونوك بواحد المشروع ولو يكون بسيط المهم باش يولي عندك مدخول باش ترفع على راسك وعلى العائلة ديالك شكون الرقم ديالك ديال التليفون. وعلى اين بعد اختي ندخل واحد النقطة أخرى لأنه هاد المسألة ديال التسول الله يجزيك بخير نهضر على واحد النقطة لأن هادي نقطة حساسة راه هادشي ديال التسول راه حديت ولا حرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم راه هذا قطاع راه خصهم يديروا ليه وزارة هذا القطاع راه كبر راه خصهم يديروا ليه وزارة ديالو. أنا ما كنهضرش على المعاق راه كاينين معاقين ولاباس عليهم الحمد لله لأنه دابا حنا تيشوفوا فينا معاق عندك كريمة عندك وعندك وعندك وحنا راه عندنا الله سبحانه وتعالى راه هذا القطاع راه ولا مهوين خص الناس المسؤولين ينوضوا يتحركوا راه هذا الشيء ديال الدراري الصغار راه ما شاء الله راه ولا ولد وخرج طلب بالدراري راه شي حوايج ولاو. يعني سيدي كتضرك خاطرك. ماشي كيضرك حالك راه اكثر ما يضرك حالك ديالك. اولا انتم ماشي تنشوفوا راه هادشي في المغرب كامل ولكن بالخصوص الدار البيضاء لان هاد البلاد هادي راه ما شاء الله راه كلشي فيها ولا سيما دابا ها هو شعبان ورمضان جاي راه كاينين ناس كيجيو من بلدان اخرين من بلدان وكيجيو يكريو هنا وكيتسولوا وعندهم امكانيات وعندهم محلات ديالهم وعندهم ديورهم وعندهم الحوانت ديالهم وحنا عرفتهم وتيجيو لهنا وكيطلبوا وسادين المحلات ديالهم ولا دايرين فيهم الناس اللي خدامين فيهم راه عيب وعار على هاد المسؤولين ما ينوضوش يتحركوا في هذا القطاع هذا ينوضوا يغربلوا هذا القطاع هذا شي شويه ويديوها فيه ونوضوا الدراري الصغار اللي ولا ولدوا تلق طلب يدخلوا الدراري المدارس راه ولاو الدراري راه شتي انا نهضر لك بالاخص راه كاينين جوج روضات اللي في المغرب اللي هما هي الغفران والرحمه راه روضات الرحمه راه ولاو خصهم يديروا مدرسه راه الا جاو يديروا مدرسه تما كاينه راه خصهم يديروا المدير والاساتذه ويكونوا مدرسه ويديروا روض ديال الاطفال راه ولاو الدراري الصغار راه ولد وجي طلب اربعه ثلاثه جوج والناس ولكن المسؤوليه ديال من؟ ديال هاد الناس اللي كيصدقوا عليهم راه وحده تقول لي انا با ميتو راه ما ميتهم لا بواتهم لا والو راه سبحان الله راه هاد الناس راه خصها تجي واحد اللجنه وما تجيش هاد اللجنه ديال هنا شي هاد الناس ديال هنا هاد المسؤولين اللي اقرب لهاد الروضه راه تيعرفوا هاد الشيء خصهم يجيبوا شي مسؤول شي لجنه تجي دير بحث في هاد المساله هادي فهاد الشيء راه بزاف.